ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أطلقت المحافظة حزمة من الفعاليات الشعبية تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ضمن موسم أعياد البحرين. هذا وقامت المحافظة الجنوبية مساء اليوم عرضة أهالي الرفاع، حيث شهدت مشاركة شعبية واسعة من أهالي المحافظة بالتزامن مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. وتأتي إقامة هذه الفعاليات ضمن حرص المحافظة الجنوبية على المشاركة المجتمعية بالأعياد الوطنية من خلال تعزيز دور الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.